اهلا بكم على قناتي، قناة حازم حسن حامد. زي ما انتم شايفين كده، طلعت لقيت الكلاب بهدلية الدنيا، مكسرة حاجة، كل حاجة مكسرينها معايا، والصابون البينو كل حاجة مقلوبة متبهدلة كده، شايفين معايا. ولقيت منظر المنظر ده والله العظيم الله يخرب بيت شكلي. تعال تعال يا بيك الكلب، تعال تعال يا بيك. انت والله اللي مربيك يا رمبو، انت السبب، انت اللي بتعمل المصيبه ماشي وتسهلها لها وهي تخرب وراك، انت اللي بتسهل لها الشر يا رمبو الكلب. حاضر حاضر ماشي، تعالي تعالي يا شيخ، الله يخرب بيت شكلك. لازم تطلع دي، بس هو هنوقف التصوير ونحاول نطلع المجرمه دي. اهي اهي، تعالي يا بيك، تعالي 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 يا بيك. ايه اللي عملتيه في الشقه ده؟ ها؟ تعالي يا بيك، تعالي يا بيك اتكلم. ايه يا بيك اللي انت عملتيه ده فيك؟ كده يا بيكي؟ رجعت لها الروح. اطلع فوق، اطلع فوق، اطلع فوق، اطلع اطلع فوق يلا. انا عايزك تقعدي محترمه، ما تعمليش مشاكل، خليكي كده يعني بنت جدعه. ها ماشي، اتفقنا يا بيك؟ مش عايز مشاكل يا بيك، خلاص اقعدي بقى كده وارتاحي وبلاش اللي انت بتعمليه ده، خلاص ماشي، عشان ما تضريش نفسك يا بيك. اتفقنا؟ عايزه حاجه؟ عايزه حاجه؟ جزاها على خير ماشي، ما تعمليش مشاكل، مفيش دعوه بحد، وانت ما تساعدهاش على الغلط. ها انا عارفك انت، خلاص يلا باي، يلا بيك بقى، يا صباح الخير بقى بيك بقى.